كفر الشيخ، وفي مأساة بقالها 3 أيام. أنا مش عارفة حضراتكم هل سمعتوا عنها وتابعتوها ولا كنتم طبعا مشغولين برأس السنة، وهي مأساة الأب اللي قتل زوجته وثلاث أولاد. معايا على التليفون إسلام عمار، مراسل موقع مصراوي. مساء الخير. مساء الخير استاذ جهان، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا اسلام. قولي ايه اخر تطورات القضيه؟ اولا اشرحها لي سريعا عشان اي حد من المشاهدين ما قراش عنها او ما تابعهاش خلال اليومين اللي فاتوا يعرفها. استاذ جهان، امبارح اول امس الاثنين في مدينه كفر الشيخ في منطقه الابراج بحي سخا مدينه كفر الشيخ. طبعا فوجئ الاهالي باستغاثه طبيب اطفال يقيم بهذه المنطقه. ايوه، بيستغيثوا بواب البرج المقيم فيه، يعني بيقول فيه ان مراته دخل الشقه وكده، لا مراته واولاده مذبوحين. فطبعا تم ابلاغ الشرطه وتم ابلاغ القيادات الامنيه، طبعا انتقلت على فور الى المكان ومضوا معاها النيابه للمعاينه وكده. طبعا أيوة. حضرتك خصوص هذا الامر، طبعا الراجل سالوه قال ما اعرفش حاجه، قال انا فتحت باب الشقه جيت من بره حوالي الضوء كده او الساعه 2 ظهرا، بفتح باب الشقه لقيت ان في مراتي واولادي بهذا الشكل مذبوحين داخل الشقه. حضرتك بعد يا استاذه جهان، بعد حوالي 7 ساعات بالظبط من الواقعه، تم كشف عن المتهم الحقيقي، وهو طلع اللي هو الزوج المبلغ، يعني طلع الطبيب هو المتهم او مرتكب هذه الواقعه، ده بحسب طبعا بيان الامن اللي طلع امبارح. طيب الاسباب ايه يا اسلام؟ والله يا استاذ جان، الى الان او حسب البيان الجهات الامنيه كلها بتقول ان هو هناك في خلافات ما بين الطبيب اللي هو المتهم وزوجته مجني عليها. حضرتك احنا من خلال عملنا احنا كصحفيين وكده، احنا نزلنا المنطقه دي هناك عشان خاطر نعرف بالظبط يعني هل في اسباب خلافات وايه الاسباب مثلا القائمه اللي خلت مثلا زوج ياتي الى هذا الوضع او يلجا الى هذه الجريمه او ارتكاب هذه الجريمه. حضرتك احنا فوجئنا، يعني اللي انا فوجئت بيه هناك لقيت ان الناس كلها في منطقه الابراج دي وفي برج عمر بن الخطاب ده تحديدا، وفي المنطقه كلها منطقه الابراج دي في حي سخا كلها، الناس كلها مصدومه من اللي حصل. يعني انا بسال، يعني انا يعني بستغرب من حكايه الصدمه دي. يعني اصل هو كمان الحقيقه اللي يخلي الواحد يتصدم اكتر انه يقتل 3 اولاد ولاده، يعني مش بس حتى لو في مشاكل مع الزوجه وقتلها بسبب مشاكل او زي ما سمعنا ان هو شك فيها او كده، الله اعلم لسه التحقيقات هتاكد لنا، لكن الغريب ان هو قتل الـ3 اولاد كمان. والله يا استاذ شاهين، الى الان زي ما قلت لحضرتك التحقيقات شغاله الى الان في نيابه، بمعرفه نيابه بندر كفر الشيخ، طبعا تحت اشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابه كفر الشيخ الكليه. طبعا ما فيش اي خلاص، طبعا زي ما حضرتك عارفه طبعا القضاء ما بيطلعش اي بيانات خلاص غير الجهات الامنيه امبارح بس هي اللي طلعت البيان بتاع زوج ارتكاب الواقعه. طبعا بعد اعترافه خلال ساعات حضرتك، طبعا مديريه امن كفر الشيخ طبعا بسبب يعني الجهود اللي جت من ضباط مديريه امن كفر الشيخ امبارح، طبعا اكتشفوا او الراجل ده بعد مناقشته كده بعد 7 ساعات من ارتكاب الواقع اعترف واقر بالواقعه، حتى كمان ان هو مثل الجريمه الساعه 5 فجر يوم الثلاثاء اللي هو بعد ارتكاب الواقعه، يعني في اقل من 24 ساعه. حضرتك الى الان يا استاذ جهان، يعني السبب الواضح او الموجود في التحقيقات او زي ما قلت لحضرتك ان هو طلع حسب الجهات الامنيه كلها ان هو في خلافات ما بينه وبين زوجته، ده حسب كلامه في التفتيحات وده حسب برضه بيان الامن، وهو كمان بيقول ان زوجته دي دايما بتفتعل المشاكل مع اهله. حضرتك مع اهله؟ مع اسرته. تمام. هم كانوا في السعوديه يا اسلام تقريبا ولسه واصلين من 6 شهور مش كده؟ لا يا فندم، لا هم موجودين عادي بقى لهم فتره كبيره جدا، موجودين عادي في كفر الشيخ، ما كانش في سفر حاجه، هم بس زي ما قلت لحضرتك هو طبعا هي طبيب التحاليل والمجني عليها الله يرحمها، والدكتور اللي هو المتهم اللي هو زوجها ده طبيب اطفال وشغال بيعمل في الوحده الصحيه بتاع سخا. بس الملفت للنظر يا استاذ جاني اللي عايز اوضحه لحضرتك برضه عشان خاطر برضه نوضح للناس برضه ونقول معلومه مهمه جدا، حضرتك زي ما قلت لك احنا نزلنا وبنستقصي هناك في خلال المنطقه دي ونشوف وضع هذا الرجل، هل مثلا كان في نزاعات عاديه ما بينه وبين حد، نشوف اخلاقه ونشوف طبعا. للاسف يا استاذ جهان ما لقيناش اي حد، يعني انا ما لقيتش، ما فيش ولا واحد هناك في المنطقه قال حتى ان هذا الرجل عليه اي علامات تدل ان هو رجل سيء. طيب يعني انا بشكرك يا اسلام، وهنتابع معاك كل جديد في القضيه لانه هي الحقيقه يعني شيء بجد يعني يخوف ان هو يدخل يقتل مراته وثلاث اولاد.
محدش يقدر يقول اي اخبار غير لما فعلا التحقيقات تخلص والجهات القضائية هي اللي تقول النتيجة.